مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هنا الآن مع هذا السيد هذا اللي كان خرج يعني في واحد لايف هضر على الخيانة الزوجية اللي تعرض لها من طرف الزوجة ديالو. صراحة للأسف فاش كنشوفوا أنا بحال هاد الأمور هادي، تعرض الخيانة الزوجية من طرف الزوجة ديالو، خانتو مع خوه أول خالته. دابا حاليا هو عاود القصة ديالو ومازال بغى يوجه نداء آخر للمحسنين، أي واحد قادر أنه يساعده باش يقدر يدير، بغى يدير لادين تحاليل ديال لادين باش يكون يعرف واش دوك الوليدات ولادو أو لا، حيت عنده مابقاش عنده ثقة، مابقاش قادر أنه يثق. غنخليكم تسمعوا كيف ما قال لي أنا، خلاتني نفقد الثقة في راسي، ما بقيت عارف واش هذوك ولادي ولا ماشي ولادي، وبغيت اللي يساعدني جمعيات او لا شي محامي او لا اي واحد يساعدني باش نعرف شنو واقع. سلام اخويا، شنو اشرح لينا؟ سلام. شنو واقع؟ شنو عندك؟ عاود لينا المختصر ديال المشكل ديالك وشنو النداء. انا حسان من مدينه الصفات، دائره البروج، جامعه سبت ولاد فريحه، دوار لي ساسفه، بني مسكين. انا عندي خيانه زوجيه مع المراه ديالي، وجات طلقت راسها. انا اليوم كنطالب بالتحاليل، ماشي يلا خيانه زوجيه معاه، مع خويا ومع ولد خالتها. كيفاش هاد السيده كانت كتخونك مع خوك؟ وفي الاخر مع وقت ولا كل واحد وكل واحد خويا. انا في 2007 في 2007 وبقات معاه، وولد خالتها الا حتى 2021. 2021 هي فاش غادي تجي تهرب وتطلق راسها. واليوم شربت وطلقات راسها، حنت عرفت قضيه كاينه وعرفت الدراري راه ماشي ولادي. حنت هاد الهضره انت وافقتي على الطلاق من الاول؟ ما وافقتش، انا جات هي طلقت راسها في البلاصه. شنو طلاق غيابي ولا طلاق؟ طلاق الشيقه. طلاق الشيقه؟ يعني طلاق غيابي. ما انا بحال ما كاينش، ما تسولتش، انا ما حاضرش، ما كاينش، ما هضرتش كاع، انا ما بحال ما كاينش. انا السيده علاش انت فاش مشيتي للمحكمه في الطلاق وقلت لهم ان مراتي كتكون؟ قال لي القاضي اسكت لا نهبطك. ما غاديش نكذب انا، هذه الهضره اللي قلت في الهضره. دابا حاليا طلقتي منها، خرجت لك النفقه؟ خرجت لي النفقه، خرجت لي النفقه. انا واقف في المحكمه كنجري على حقي، مشيت الرباط، مشيت للديوان الملكي، ما مخلي حتى بلاصه. جيت انا للدار البيضاء الوقت اللي في المحكمه تما، قالوا لي داير واحد المحامي كيضحك عليا، قال لي تعال هاي التحاليل ديالك خرجت في الصاط. الوقت اللي جيت التحاليل شدوني، قال لي هذا عنده النفقه. مشيت عند الجندارم تنبيه الصحاب بيجي. انت دوزتي الحبس على قبل؟ لا ما دوزتش الحبس، قالوا لي الجندارم احنا غادي نوقفوا معاك، غتخلص هذه 180 وحنا نوقفوا معاك دير التحاليل. فعلا خلصتها، ملي جيت صافي طلعت من تما، هما سبعه الشيكايات ما تقابلت على حتى وحده. دابا انت حاليا شنو كطالب؟ انا كنطالب بالتحاليل، الدراري ماشي ولادي، علاش غنمشي عليهم الحبس انا؟ انا باغي نخلص. ولد معاه ثلاثه، يطلعوا ولادي. شكون اللي كتقول هادو؟ شكون اللي كتقول ولدك؟ ولاد خويا، الدراري ولاد خويا، ما نزيدش عليها. هي كل ما كان هي لا شرب لا شرب لا شربت التية من في غراف كانت تشرب فيه وشربتي فيه التية ولا لا شربت منه. أنا نقول لك عليهم، أنا هذوك الناس دايرين روسهم كيصليو وكي فهمتي كيخافوا الله، خافوا اللي يتفرشوا. هذوك واش ولاد خوك ولا ولاد ولا الدراري ولاد خويا؟ الدراري ولاد خويا. أنا هذوك راه الصورة راه كل شيء باين، هي كانت كدور في المراه وتقول لي الدراري راه ما يشبوشك، راه هما الدريات راه 17 سنة، راه عندهم الحق ينوضوا يقولوا لي خاصك نعرفوا روسنا مع من والدنا، لكن تي والدنا مع با راه حنا مع والدنا. أنت كتقول أن هذوك ماشي ولادي ولاد خويا؟ مع مرحب. أنا راني مدمر، أنا راني صابر، أنا كنطلب ليل ونهار يا ربي تصبرني غادي لحقت دعوتي هذيك المرأة راه ما عندهاش في غادي. دابا حاليا انت بغيتي لا دي ان؟ انا بغيت نعرف الدراري واش ولادي، انا ماشي هارم من الصير. انا دابا عرضت لي النفقه وكتقول لي سير دير دعوه باش نمشي ندير دعوه يشدوني على النفقه. شوف القانون كيفاش في هذه البلاد كيولي كيفاش كنعيشوا. دابا حاليا كطالب انت بلا دي ان فقط؟ انا علاش الجهات المسؤوله ما عاونوكش دير لا دي ان؟ كاينه اتخافيه عليا انا تما. ولكن لا دي ان كيقول لك انها غاليه، شنو كيقولوا لك؟ كيقول لك ما هي كتهرم، ما غالي انا نخلص، انا ونخلصها باش يبرد لي القلب ديالي. واش تنطيح في شي كارثة يعود ثلاثة الروح ولا أربعة طايحين؟ راه هي اللي غادي تكون في الآخر. راه يقسم لك بالله راه عمري وشي جوج راه ما نخليهم. واش هكا انت عارفك باش الامور واش كاين شي مثل واش كاين شي مثل اللي يدور في الكره الارضيه بحال ما وقع عباد الله؟ الناس معيده مع والدي وانا معيده في الشانطي. واش كاين شي مثل يقولوا لي كاين شي؟ انا كنطلب صاحب جلاله طلبته مع شحال من خطره عباد الله. دابا انت بغيتي غير لادي؟ انا بغيت لادي نعرف الدراري ماشي راه ماشي ولادي، والدراري ماشي ولادي. هاي تسنت التسجيل ديال التليفون اللي كنت هضر انا وياه تسمع واش كتقول. هاي دابا عاد كتقول لي كون رد هذيك الفلوس اللي ما تعطيني كون رديتيني، واش غادي نردك عباد الله؟ وانا كنطالب بالتحاليل كتقول لي اش كتعاد تقول لي انت راه كتقول لي مشاك؟ عاد تقول لهم لا راه ماشي شاك، راه قال لي راسه. واش انا تم حصلك وترى اي واحد واش كاين شي محصلك؟ شحال من خطره كتعاوديها؟ شحال من خطره كتعاوديها بلا ما نقدر تشوهنا؟ هي كون هي كون كانت عارفه عارفه ولادي كون واجهتني النهار الاول. السيده عارفه ماشي ولادي،
ما بغاش تواجهني. واليوم انا متاكد ان هذوك الولاد ماشي ولادي. ماشي ولادي اثبات ماشي ولادي. راه واخا ندوز الحبس راني نخرج لا ثاني بحال ماوك، راني ندوز 20 سنه راني نخرج لا بحال ماوك، راني مت راني في راسها. واحد كاتب لي في المونطير البارح كيقول لك هذاك راه باقي يبغيها. انا كاين اللي كيقول لك راه ماشي راجل، انا راه خفت من الحبس وراني نفصلها. ماشي غير بدني وخفت من الله، خفت من الله غنتحاسب. انا غالبه انا غالبه دابا عند الله وغادي تعود غالباني. الحمد لله كاين القانون. كاين القانون هذاك الشيء علاش ما بغيتش نتسرع. بغيتي توجه نداء للناس المحسنين. انا بغيت المحسنين، شي واحد يخاف الله في المحكمه والله كون كون طالعوا بيا وجابوني وريحوا معايا وشافوا هذاك المحامي اش داير ليا، داير معاه ب 30000 موصل لي 78000 وهما الوراق اللي عاطيني كيضحك عليا وصيفطني للدار البيضاء. النمره ديالك والنداء ديالك الله يجازيك. النمره التليفون ديالي 0613 82 0049. النداء ديالك طالب لادين. كان طالب لادين. الدراري ولادي داير لي المخزن، شحال داير لي المخزن 25؟ راه ما قادهم تخلص لي 30000، انا راه ماشي خايف من الحبس، ويعطيوني 20 سنه يطلع لي يطلعوا لي الدراري ولادي. وتنوض تابعني، وتنوض تابعني. بعيدا على الخيانه مع خوك ولا طلقت على الخيانه صافي طلقت سالات. بغيت الولاد ترتاح. انا بغيت نعرف الدراري واش ولادي. الدراري راه ماشي ولادي. من حقك بطبيعه الحال، من حقك تعرف انهم ولادك. ولادك مشاهدي متبعي قناه شوف تيفي كيف ما شاهدتوا معنا في القصه ديال هذا السيد، باغي غير يتاكد ان الولاد واش ولادو ولا ماشي ولادو. هو ما هارب من نفقه، ما هارب من حتى شي حاجه، بغى غير يرتاح يعني. ومن حقه بطبيعه الحال يشوف دوك الوليدات. شحال ديال ثلاثه الوليدات؟ ثلاثه الوليدات وثلاثه ميتين. وجوج ميتين. وجوج ميتين يعني ندويو على الحيين. دابا ثلاثه ديال الوليدات حيين، كيتمنى يتاكد منهم واش ولادو ولا ماشي ولادو. بطبيعه الحال غيتاكد بلا دين يعني. كنتمنوا ان شاء الله ان النداء ديالو يوصل للجهات المسؤوله، يوصل للناس ديال شي جمعيه، يوصل شي محامي، يوصل شي محسن اللي تكلف ليه بهاد التحاليل هادو. وهنا مشاهدي متبعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث. نتلاقاكم في بث اخر، موضوع اخر. السلام عليكم، نهاركم